عزيزي المشاهد اهلا بيك في حلقه جديده من برنامجنا فاحصين الكتب برنامج دراسه الكتاب المقدس بطريقه متانيه بذكر حضرتك ان افضل طريقه تتابعنا بيها ان نسختك الشخصيه من الكتاب المقدس تكون جنبك وجنبك حاجه تاخد فيها مذكراتك واحنا بنرحب باي مراسلات منك سواء اسئله او اقتراحات احنا وصلنا في دراستنا لانجيل لوقا اصحاح 22 وهنبدا النهارده من عدد 63 لكن قبل ما نبتدي خليني ارحب بضيوفنا في الاستوديو اخي يوسف رياض اهلا بيك اهلا وسهلا اخو اسامه عاطف أهلا بيك. اهلا بيك اخو ماركو مدحت اهلا بيك أهلا. والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسالونه قائلين: تنبأ من هو الذي ضربك؟ واشياء أخرى كثيره كانوا يقولون عليه مجدفين. اخو ماركو الاعداد من 63 ل 65 ابتدت الاحداث تتوالى بقى اكثر عايزين نلقي ضوء على على ماذا حدث فيها. طيب خليني الاول احط المشاهد في الصوره باني أشوف محاكمات الرب يسوع محاكمات الرب يسوع بتنقسم لقسمين محاكمات دينية ومحاكمات مدنية المحاكمات الدينية بدأت من بعد بستان جثماني لما أخدوه الجنود على دار حنان ومن دار حنان بعد ما عجز حنان أنه يمسك عليه تهمة أرسلوا إلى قيافة اللي كان في الوقت دوت جمع مجمع السنهدرين المكون من 71 عضو وحكموه محاكمة غير شرعية في الليل واتهموه بأنه مجدف والأعداد اللي إحنا بنقراها حصلت ما بين محاكمة الليل ومحاكمة تانية حصلت تقريبا الساعة 5 صباحا علشان يدوا صبغة شرعية للمحاكمة بتاعتهم علشان كان المفروض أنه أي محاكمة بتتم في النهار بعد ما الرب يسوع اتجرح جرح نفسي من خيانة يهوذا وجرح نفسي آخر من إنكار بطرس جه وقت الألم الجسدي وبدأ الجنود يستهزئوا بيه والحراس ومش بس ألم جسدي لكن الألم الجسدي كان بيصاحبه في نفس الوقت ألم نفسي فما كانش مجرد ضرب أو جلد لكن كانت إهانة واستهزاء وتجديف وكانوا بيلعبوا معاه لعبة كان في الوقت دوت الأطفال بيلعبوها بأنهم يغطوا واحد ويضربوه ويقولوا هو مين اللي ضربك وكانت الحقيقة حاجة مهينة جدا لما تحصل في شخص زي الرب يسوع ولو كانوا يعرفوا أنه يعرف مين اللي ضربه كويس أوي أعتقد كانوا فكروا كتير لكن ليه كل المجد لانه ما قالش مين اللي ضربه وضرب هو عنا ما بقيناش احنا محتاجين نضرب ولانه ما فتحش فاه زي ما نبوة إشعية بتقول ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه نقدر إحنا دلوقتي نفتح فانا ونسبح الله ونتكلم مع الله ونصلي إلى الله الحقيقة المشهد صعب قوي لما بنشوف الرب ليه كل المجد يجلد ويغطى بهذا الشكل ويقولوا له تنبأ من ضربك لكن مهم قوي نخلي بالنا من هذه الكلمة أشياء أخرى كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين ما قالش الكتاب ظالمين وما قالش الكتاب جارحين لأن هو لو مجرد إنسان بار لا يستحق كل هذه المهانة يبقى دول ظلمة لكن لأنه هو الله الظاهر في الجسد فدول مش ظلم لكن دول مجدفين فدائما الكتاب حتى في المرات اللي بيشير فيها الى نثوت ربنا يسوع لكن مهم جدا اننا نخلي بالنا ما ذال هو وكما كان اذلا والى ان يكون ابدا هو الله الظاهر في الجسد لم يفارق لاهوته ناثوته لا لحظه ولا طرفه عين زي ما بنقول هو كده فعلا المشهد ممكن يكون مشهد بيثاق اليه مش حتى العبيد لكن القتله والمجرمين لكن ده ما نفاش عنه أبدا كونه هو الله الذي يستحق كل المجد علشان كده ده كان تجديد الآية في الحقيقة مؤثرة جدا ولا سامع عندما نعرف أن ده سيدنا وربنا المعبود وحبيبنا اللي فدانا بيتقال عنه هذا الكلام والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه لكن أعتقد إن الأسى والأسف اللي بيصيبنا واحنا بنقرأ هذه الآيات هيخف كتير لما نعرف إن ده جاءت عنه نبوات في العهد القديم. يعني مثلا كانوا يستهزئون به أمر ثقيل على النفس إنها تسمعه. لكن لما تقرأ مثلا مزمور 22 كل الذين يرونني يستهزئون بي. لما تقرأ مثلا ثلاثة 53 لما يقول كده رجل أوجاع ومختبر الحسن محتقر فلم نعتد به محتقر ومخذول من الناس يعني الآيات دي بتؤكد أن ده كان تخطيط الله وفي ناس أو ممكن نسأل إذا كان الموت كان مطلوبا لأن أجرة الخطية موت يلزم الاستهزاء لماذا لم يمت المسيح مثلا ميتة كريمة يعني في ناس كتيره بتموت في قصر لماذا لم يولد المسيح في قصر ويموت جره الخطيه يموت يموت بس يموت وهو في قصر في الحقيقه الصليب مش بس قدم العلاج مش بس قدم الدواء لكن في صليبك ارى الدواء لدائي فكان فيه الداء وفيه الدواء في آن بمعنى ان صليب المسيح شفنا بشاعه القلب البشري يتعمل ده في واحد لم يعمل للأمة إلا كل الخير مش ما عملش حاجة مش في محلها بس ده عمل جال يصنع خيرا الكامل ده الجواد المعطي السخي استهزؤوا بيه يلطموه يجلدوه ايه ده ايه اللي بيحصل بس ده يوريني قلبي وقلبك اني ارى يعني ترتيلك كنا بنرتلها زمان هل رأيت نفسك في من صلبوه نفسك بين الذين قد عيروا انا في الحقيقه مرات كثيره بشوف نفسي فعلا بشوف نفسي مع هذه الحثاله من البشر اللي بيظلموا واحد بار كريم خير معطاء جواد علم الدنيا العطاء يعملوا فيه كده اني ارى نفسي وارى عمق الضربه اللي جوايا لكن شكرا لله من كل القلب اشوف المرض واشوف الدواء اشوف قد انا بشع وقد ربنا عظيم لما يقول وهم يجلدونه ايضا جاءت نبوات عن الجلد مثلا مزمور 129 على ظهري حرف الحراث وطولوا اتلامهم مزمور 65 لما يقول كده شهود زور يقومون علي ده اللي حصل في محاكمه المسيح الدينيه اللي اشرت لها اخ ماركو وعما لم اعلم يسالونني كلام كذب كله من أوله لآخره يجازونني عن الخير شرا ثكلا لنفسي أما أنا ففي مرضهم كان لباسي مسحا كأنه قريب كأنه أخي كنت أتمشى كمن ينوح على أمه انحنيت حزينا على مصائبهم ولكنهم في ضلعي فرحوا واجتمعوا اجتمعوا علي الشاتمين استهزاء وبعدين مزقوا ولم يكفوا مزقوا ايه ظهري ظهر المسيح لما نتخيل الجلدات الرهيبه اللي قال عنها رحب بعام أبي ادبكم بالصياد بس انا مش هادبكم بالصياد بالعقارب العقارب اللي هي الصياد بتاعه الرومان اللي كانت مليانه بخطاطيف وقطع من العظم بحيث ان لما تنزل على الظهر كانت تطلع زي المحرات بتاع الارض اللي بيقلب الارض مزقوا ولم يكفوا يعني مش أربعين جلدة إلا ده عند اليهود لكن الرومان لما جلدوا ما كانش عندهم عدد يعدي أربعين يعدي خمسين يعدي ستين زي ما يعدي هم بيتسلوا وخلي بالك مش بس هم بيتسلوا وهم أشرار أين الشيطان كان في هذه اللحظة كان معاهم كان بيشاهد المشا... العملية دي كلها بتتم ما هو المسيح قال هذه ساعتكم وسلطان الظلم قد ايه صعبة كلمة يضربون وجهه وان كانت الام الجلدات رهيبة وشفنا فعلا ان الرومان يختلف عن اليهود في نوع السياط اللي بيستخدموها وفي عدد الضربات اللي بيضربوها لكن كمان اللطم على الوجه مهين جدا كان الرب قال لعبد رئيس الكهنة إن كنت تكلمت رديا فاشهد عن الردي وإن حسنا فلماذا تلطمني دي كانت الحقيقة مش اللطمة الوحيدة اللي تلقاها الرب ليه كل المجد لكن نقول الكتاب عن هؤلاء الرجال اللي كانوا ضابطين يسوع يضربون وكاهو وبيتهكموا على انه نبي وما كانوش يعرفوا ان هو فعلا النبي الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه وإنجيل لوقا شفنا إزاي الرب باعتباره النبي في مواقف كثير لما قال لهم إنسان هتلاقوه حامل جرة ماء اتبعاه ولما وجههم علشان الراجل اللي عنده جحش ابن أثان وهكذا العالم بكل شيء لكن هنا بيقولوا له تنبأ وكأنهم عاوزين يقولوا له ما انتش نبي ولو انت نبي ورينا ومرات تانية ما انتش ابن الله ولو انت ابن الله اثبت لنا مع انه مرارا كثيرة اكد واثبت بالقول وبالعمل ان هو النبي اللي اشار اليه موسى في سفر تثنية وانه هو ابن الله واشياء اخر كثيره كانوا يقولون عليه مجدفين من ضمن الأشياء الأخرى لو قرينا بقية الأناجيل هنشوف إيه الأشياء الأخرى كثير بصقوا عليه مثلا ونتذكر أن زمان لما مريم أصيبت بالبرص وموسى صلى لأجلها اللهم اشفاها قال له الله لو بصق أبوها بصقا في وجهها أما كانت تخجل سبعة أيام أبوها يبصق في وجهها تستخبى سبعة أيام الشريف الجنس اللي قرينا عنه في لوقا 19 انسان شريف الجنس مش ابوه بيبصق حاشا لكن الرعاع حثاله البشر الناس الاشرار بيبصقوا على وجهه وهو يقول كده في اشاعه 50 وجهي لم استر عن العار والبصق. لكن كون دولة رومان ما يعفيش اليهود من هذه الجريمه علشان كده بطرس في العظة في يوم الخمسين قال لهم وأنتم الذين بأيدي آثمة دي الأيدي الآثمة لكن كان وراء الفعلة اليهود وكان وراء فعلة اليهود الشيطان لكن سيظل الله هو المحتم زي ما شفنا كل نبوات قالت كل اللي احنا شايفينه فما ده كانش ده مخفي عن الرب وهو بيتقدم إلى الصليب لكن لأجل هذه الساعة هو أتى الام المسيح النفسيه كان للرب يسوع نصيب وافر من الالام النفسيه طوال حياته على الارض فنظره الى طفولته نجده مولود المزود ثم مطاردا من الاشرار هاربًا مع عائلة بسيطة لأرض غريبة، متربِّيًا في دكان نجار في مدينة محتقرة، لقد عانى الفقر في أدقع صوره، فكان ليس له أين يسند رأسه. لم يكن في حوزته دينار ولا كسر منه هو الإستار، حتى إن النسوة كن يخدمنه من أموالهن، كم كان ذلك يشكل عليه ضغطا رهيبا ان يفتقر وهو الغني كما عانى عدم فهم المقربين له فاعتقدت عائلته انه مختل بل حتى تلاميذه لم يستطيعوا ان يتفهموا اعلاناته عن الامه والصليب وفي عمق معاناته انصرفوا لمناقشه من هو الاعظم ثم ماذا عن الرفض من قبل الشعب بجملته وطلبهم ان يوهب لهم رجل قاتل بدلا منه هو البار الذي اشبعهم وشفى مرضاهم وعلمهم اما عن الظلم فحدث ولا حرج هل حدث في التاريخ ظلم اعظم من ان ينطق القاضي ببراءه المتهم وفي نفس الوقت عينه يسلمه لتنفذ فيه أقصى عقوبة أضف لهذا الاستهزاء الذي ناله من العسكر والقادة الدينيين والعابرين قرب الصليب على أن قمة معاناته النفسية ظهرت في جسيمان حين ارتسمت أمامه الكأس التي كان مزمعا أن يشربها أن يحسب كبديل الخطاط وهو القدوس ويا للروعة! بعد كل هذا نقرأ فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. فلنقترب إليه إذا وسط أي معاناة نمر بها. ولما كان النهار.. اجتمعت مشيخة الشعب، رؤساء الكهنة والكتبة، وأصعدوه إلى مجمعهم قائلين: إن كنت أنت المسيح فقل لنا. فقال لهم: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني. منذ الآن، يكون ابن الانسان جالسا عن يمين قوه الله. فقال الجميع: افانت ابن الله؟ فقال لهم: انتم تقولون اني انا هو. فقالوا: ما حاجتنا بعد الى شهاده؟ لاننا نحن سمعنا من فمه. اخ يوسف من عدد 66 لاخر الاصحاح محاكمة نهارية طلع النهار ولم يكفوا عن مؤامراتهم إيه اللي عايز تقوله الأجزاء ديت الجزء دوت الليل مقسم زي ما احنا عارفين إلى مساء ونصف الليل وصياح الضيق وصباح أنا أعتقد أن في كل قسم من هذه الفقرات الأربعة اللي في الليل كانت يعني آلام المسيح بطريقة ما فمثلا المساء عندما لما كان المساء المسيح رسم العشاء الرباني وقال لهم هذا هو جسدي. نصف الليل عندما مضى الى بستان الثماني وكان عرقه كقطرات الدم. صياح الديك لما بطرس انكر المسيح وكان هذا جرح نافذ للمسيح. ثم الصباح عندما طلع النهار فاجتمع المجمع المزيف اللي خلص الموضوع في الليل زي ما سمعنا من الاخ ماركو ضدا للعرف السائد. وقانون اليهود انفسهم، مفيش محاكمة في الليل، لا كمان مفيش محاكمة في العيد، لا كمان مفيش محاكمة إعدام إلا وعلى الأقل يمر ثلاث أيام قبل تنفيذ الإعدام، أما المسيح كل ده ضرب به عرض الحائط، لكن لأنهم ناس متدينين، خليني أقولها بطريقة يعني يعني فجة شوية، لأنهم ناس كذابين فلما طلع النهار جمعوا المجمع قال يعني احنا مش هنحاكم بالليل طب طب خلصين الموضوع بالليل لا اجتمعوا عشان المظهر يبقى مظبوط لما اجتمعت لما طلع النهار اجتمعت مشيخة الشعب ورؤساء الكهنة والكتبة يعني المجمع السنهدريم غير الموقر الكل اجتمع طبعا كان في بعضهم زي نيقوديموس وزي يوسف يقول عنهم انه لم يكن موافقا لرأيهم اعتقد انه لم يحضر لان هنا الموافقه كانت بالاجماع ولما نيقوديموس ويوسف شافوا ان النيه مبيته وسواء قلت او ما قلتش ما حضروش المحاكمه من الاساس لانهم رفضوا بيعلنوا سخطهم ورفضهم ونعتقد ان سواء نيقوديموس او يوسف بعد هذه الحادثه ما عاد يحضر ابدا مجمع السنهدريم غير الموقر الذي اصدر الحكم على المسيح بالصلب أه وسالوا المسيح بقى قال يعني هنبتدي المحاكمه قال يعني هم مش مخلصين كل حاجه قل لنا أه انت المسيح فقال لهم قلت لكم ان قلت لكم لا تصدقونني انا يا ما قلت ما انت قلت لي في يوحنا عشرة ان كنت انت المسيح فقل لنا ما تعلقناش قال لهم انا قلت بمرات لا تحصى وان سألت لا تجيبونني ولا تطلبون يعني النيه مبيته زي الديب لما قال واكلك واكلك، يعني هتقول كده واكلك، هتقول كده واكلك منذ الآن، اسمعوا بقى الإقرار النهائي، منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة، عن يمين قوة الله، هنا بيشير إلى مزمور ثمانية، مزمور ثمانية اللي بيتكلم عن ابن الإنسان الذي سيسود على كل الكون أو دانيال سبعة اللي فيه ابن الإنسان يسود على كل الكون وهم لانهم حافظين ومش فاهمين هم فاهمين انه هو قال عن نفسه ابن الله وهي دي الجريمه اللي ناويين يحكموها يحاكموه عليها فقالوا له يعني انت قصدك تقول ان انا ابن الله فقال لهم له انتم تقولون اني انا هو فقالوا ما حاجتنا بعد الى شهاده لاننا سمعنا من فمي هل الاجابه اللي قالها الرب دي انتم تقولون اني انا هو فيها يعني كانه بيشكك في ان او كلامكم مش صح ولا يعني هل ده تاكيد على كلامهم يعني في كل لغه ليها idioms زي ما بيسموها مصطلحات في اللغه العبريه عباره انتم تقولون اني انا هو فيها تاكيد ومعناها اني فعلا انا كما قلتم انتم ان كنت انت المسيح فقل لنا طب وانتم عاوزينه يقول علشان تعرفوا لا ولا عاوزينه يقول علشان ايه؟ يمسكوا على حج آه علشان كده الرب قال لهم ان قلت لكم لا تصدقون، هو ما بيفتريش عليهم، لانه فعلا قال قال تلميح وقال تصريح، يعني مثلا في الامثال مش مش هقول كل الامثال اللي اشار فيها الرب انه هو آه ابن الله، لكن مثل الكرمين قال لهم انه كان لصاحب الكرم ابن وحيد حبيب هو الوارث ولكن هم كانوا عاقدين النية على قتله وقالوا هلم نقتله وقال تصريح لما قالوا له ماذا يأتي ملكوت الله قال ها ملكوت الله بينكم وإذا هو ابن الله هو قال وهم ما تصدقوش علشان كده قال لهم إن قلت لكم لا, تصدقون وإن سألت لا تجيبونني ولا تطلقونني وهو سأل وياما ما يعني مثلا لما قال لهم عن ما كتبوا داود في المزامير كيف يدعوه ربه وهو ابنه؟ هل كانت في اي اجابه؟ ما كانش في اجابه، هو قال وهم ما صدقوش، وهو سال وهم ما ردوش ما جاوبوش، لكن وبالرغم من كده علشان ترتاحوا. راح قال لهم منذ الان يكون ابن الانسان جالسا عن يمين قوه الله، وادى التصريح اللي ما بعده يعني اي نوع من انواع الشك وكانه مثلا هم يعني منتظرين يسمعوا الكلمه دي اللي المفروض يعني هتبرد ضمائرهم لكن الحقيقه كانت الضمائر ماتت وقالوا ما حاجتنا بعد الى شهاده لاننا نحن سمعنا من فمه وده تاكيد برضه لما بيقول انتم تقولون اني انا هو هل معنى كده انه بيشكك او انتم بتقولوا لكن انا ما قلتش لا ده هو بيؤكد وبيقول اني انا هو. لكن العجيب كمان انه الطبيعي انه المتهم بيبقى عليه تهمه فيتحاكم، لكن في حاله الرب يسوع جابوه يتحاكم وبعدين ابتدوا يلفقوا له التهمه، فانهم يسالوه اصلا ان كنت انت المسيح فكلنا كانهم بيقولوا له عشان خاطرنا معلش شوف لنا حاجه نمسكها عليك، يعني انتوا جايبين متهم علشان تقولوا له معلش طلع لنا اي تهمه نمسكها عليك والجميل في رب يسوع انه لما نقرا من الاناجيل الثانيه نلاقي انه كتير قوي كان بيصمت هو رائع في كلامه ورائع ايضا في صمته ولما كان بيصمت كان بيصمت لانه بكل بساطه لو دافع يبقى في تهمه بيدافع عنها لكن كل الاتهامات اللي كانوا بيتهموها له ما كانتش اتهامات صحيحه وعجزوا عن انهم يلاقوا شهود زور ولما لاقوا شهود اتفقوا في الواقعه حتى دول ما اتفقوش في التفاصيل وطلعوا في الاخر نصابين وكذابين لكن الجميل انه الرب يسوع صمت صمت لكن ما انكرش ابدا هويته، هو جه عشان هو المسيا، وهو جه عشان هو ابن الله، وهو جه عشان هو الملك زي ما قال بعد كده، ولكن وهم كانوا عارفين كويس جدا انه الثلاث سنين ونص اللي كان بيخدم فيهم كان بيثبت كل يوم ان هو المسيا وان هو ابن الله. أعلن للسامرية أن هو المسيا، وأعلن في الهيكل لما مسك السفر وأرى من أشعياء الجزء بتاع روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أعلن بعد كده وقال لهم قد تم المكتوب في مسامعكم، اليوم قد تم المكتوب في مسامعكم، هم كانوا عارفين كويس قوي أنه لا يمكن ينكر هويته، وعشان كده حاولوا يمسكوه بيها. إذا المسيح لم يمت لما فعل، لكن لما هو في ذاته. لأن اللي عمله كله أعمال صالحة لكن هو باعتباره ابن الله مرفوض الإنسان يقول لله ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر حدش قدر يطلع في المسيح وعمله أي عيبة لكن رافضين شخصه ابن الله يفتح الله ما يلزمناش ما يلزمكمش وعدك صوت هتروحوا في خبر كان الدينونة قادمة عليكم لأنه قال في يوحنا 8 24 ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. انتهينا من اصحاح 22 وبدخلنا اصحاح 23 اخ يوسف آه بنخش الاصحاح اصحاح الصليب في انجيل لوقا. عايزين في البدايه قبل ما نبتدي نتكلم فيه نقسم الاصحاح لسهوله الفهم. اول مره ثاني اخفض الراس وسيري في خشوع واملأي بالطيب ساحات الربوع إننا نشهد أحزان يسوع فاذكري موسى ولا تنسي يشوع إننا في أقدس بقعة في الكون عندما نتأمل في آلام المسيح وصليبه ودفنه اللي هو موضوع لوقا 23 الأصح يتقسم إلى ثمان أفكار من عدد واحد لعدد سبعة محاكمة الرب أمام بيلاطس المحاكمة المدنية الأولى ثم بيلاطس حوله إلى هيرودس في عدد ثمانية لغاية عدد 12 وبعد ذلك أعاد هيرودس المسيح مرة ثانية إلى بيلاطس ده القسم الثالث من عدد 13 إلى 25 وأصدر بيلاطس الحكم بصلب المسيح القسم الرابع من عدد 26 ل 32 اللي أسميه طريق الجلجثة طريق الآلام وحدثت فيه بالاضافه الى طريق الالام المرير امرين هنقرا عن سمعان القيرواني وحنقرا عن بنات اورشليم المشهد الخامس وصلنا الى موضع الجمجمه الجلجثه اقدس واعز بقعه على قلب كل مؤمن حقيقي في الكون في العالم لما بيقول لنا من عدد 33 لغايه عدد 34 وصلنا الى الجلجثه من عدد 35 ل 43 حنشوف اناس انواع مختلفة من الناس حول الصليب لكن حنشوف كمان حاجة رائعة ان اللص الذي كان في البداية يعير المسيح يؤمن به ويسمع من المسيح واحدة من اعظم الاعلانات التي صارت سبب تعزية لكل المحتضرين في لحظاتهم الاخيرة قال له اليوم تكون معي في الفردوس الأمر السابع في عدد 44 لغاية عدد 49 المسيح أسلم الروح وشهادة قائد المئة ثم آخر قسم القسم الثامن والأخير عدد 50 لآخر الأصحاح دفن المسيح في قبر يوسف الراضي. محاكمات المسيح يمكننا استنتاج أن الرب يسوع مثل للمحاكمة ستة مرات ثلاث منها أمام جهات دينية يهودية وثلاث منها أمام جهات مدنية رومانية استغرقت أقل من ثمان عشرة ساعة المحاكمة الأولى بعد القبض على المسيح أوثقوه وأتوا به إلى حنان وهو أحد رؤساء الكهنة وسأله عن تلاميذه وتعاليمه هناك لطمه خادم رئيس الكهنه ثم ارسله حنان موثقا الى قيافه المحاكمه الثانيه امام قيافه رئيس الكهنه لتلك السنه والذي كان قد سبق واشار انه خير ان يموت انسان واحد عن الشعب فيها طلبوا عليه شهود زور ولم تفلح خطتهم كانت التهمه هي هل انت المسيح ابن الله وقد أقر المسيح هذا بل وأضاف: وسوف تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً في سحاب السماء. فمزق رئيس الكهنة ثيابه مخالفاً بذلك للناموس ثم بدأوا في البصق في وجهه ولطمه. المحاكمة الثالثة مع بداية النهار اجتمع السنهدريم مجلس شيوخ الأمة مع رؤساء الكهنة. وكانت التهمة هي التهمة السابقة ذاتها، وقد أجابهم المسيح بنفس التأكيد، اعتبروا أنهم وجدوا ضلتهم باعترافه وأنه لا حاجة لهم إلى شهود بعد، فاقتدوه إلى بيلاطس الحاكم المدني. المحاكمة الرابعة، إذ أتى رؤساء الشعب بالمسيح إلى بيلاطس، غيروا التهمة الدينية بأخرى سياسية قائلين: اننا وجدنا هذا يفسد الامه ويمنع ان تعطى جزيه لقيصر قائلا انه هو مسيح ملك وكانت التهمه التي دارت عليها المحاكمه هي ان كان المسيح ملك اليهود وجاءت اجابه الرب الرائعه بانه لا يقبل ان يتسلم مملكته من احد في هذا العالم فهو لن يقبلها الا من ابيه انتهى الامر بان ارسل بيلاطس المسيح الى هيرودس المحاكمة الخامسة: أمام هيرودس الذي كان فضوله شديدًا أن يرى المسيح لعله يشاهد منه آية، ويقول الكتاب أنه سأله في أمور كثيرة لكن المسيح لم يجبه بشيء، فاستهزأ هيرودس وعسكره بالمسيح، وألبسه لباسًا لامعًا ورده إلى بيلاطس. المحاكمة السادسة: امام بيلاطس مره اخرى والذي اقر انه لا يجد فيه عله لكن اليهود اصروا على صلبه صارخين دمه علينا وعلى اولادنا وفي النهايه حكم بيلاطس حكمه الظالم بصلب المسيح فقام كل جمهورهم وجاؤوا به إلى بيلاطس، وابتدأوا يشتكون عليه قائلين: إننا وجدنا هذا يفسد الأمة، ويمنع أن تعطى جزية لقيصر، قائلا: إنه هو مسيح ملك. فسأله بيلاطس قائلا: أنت ملك اليهود؟ فأجابه وقال: أنت تقول. فقال بيلاطس لرؤساء الكهنه والجموع اني لا اجد عله في هذا الانسان فكانوا يشددون قائلين انه يهيج الشعب وهو يعلم في كل اليهوديه مبتدئا من الجليل الى هنا فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سال هل الرجل جليلي وحين علم انه من سلطنة هيرودس ارسله الى هيرودس اذ كان هو ايضا تلك الايام في اورشليم اذا يا اسامه في الاعداد الاولى من اصحاح 23 من عدد واحد لعدد سبعه نتكلم على اول محاكمه مدنيه قدام بيلاطس احكي لنا عنها المحكمه الدينيه قررت انه شخص الرب لابد ان يموت لكن لانهم تحت حكم الرومان ما كانوش يقدروا ان هم يصدروا حكم بالاعدام الا من خلال محاكمه مدنيه فراحوا لبيلاطس مفروض يروحوا لبيلاطس ويقولوا التهمه اللي هم استقروا عليها في المحاكمات المدنيه انه هذا الشخص مجدف وبيقول عن روحه ابن الله ووقتها كان لا يمكن بيلاطس هيحكم بهذا الحكم اللي هم عاوزينه. طب انتوا لما يعني لقيتوا ان هذه هي التهمه، لا شوف راحوا لبيلاطس وابتداوا يشتكون عليه قائلين مش ان ده بيقول عن نفسه ابن الله زي ما انتهت المحاكمه المدنيه في لقاء 22، لكن وجدنا هذا يفسد الامه ويمنع ان تعطى جذيه لقيصر. مع انه يعني لما اتسال سؤال مباشر نعطي الجذيه لقيثر ام لا؟ كانت الإجابة بمنتهى الوضوح اعطوا ما لقيثر لقيثر وما لله لله ما, ما, حصلش أبدا أنه منع أن تعطى جذية لقيثر لكن شغل الكذب وشغل التلفيق وشغل محاولة إظهار الرب وكأنه يريد انقلاب سياسي علشان خاطر يستصدروا الحكم من بيلاطس وهنا أقف قدام بيلاطس بعد ما فتش في الأمر وقال له انت ملك اليهود هم قالوا له قائلا انه هو مسيح ملك فسألوا بلاطف انت ملك اليهود وفي انت ملك اليهود تحديدا عاوز يعني يفهم منه لو انت ملك اليهود اذا انت زعيم دين اذا انا ماليش مشكلة شخصية ولا الحكومات حتى لها مشكلة في انها تحكم عليك بلاطف كان على طول الخط بيحاول ياخد موقف الحياد والحقيقه شخص المسيح لا يمكن لكائن من كان انه ياخد معاه موقف الحياة يا معه يا ضده يا تقبله بصفته رب ومخلص يا ترفضه بيلاطس حاول كتير انه ياخد موقف الحياد وقال بيلاطس لرؤساء الكهنه اني لا اجد عله في هذا الانسان حلو طالما انت حاكم وقدامك متهم اكتشفت انه بريء اطلقه لكن لانه عاوز بموائمه سياسيه ومش عاوز يخسر جماعه زي جماعه اليهود ان هم يكونوا في صفه ابتدى اللوع مره ثانيه ولما لقوهم بيشددوا انه بيهيج الشعب وبيعلم في كل اليهوديه مبتدئا من الجليل الى هنا زي ما تقول كده شعر بانه جاله الفرد هو من الجليل مع ان يعني هو وهيرودس في عداوه شديده لكن كانه هو اللي هو بيلاطس هو, هو وهيرودس بلاطس وهيرودس يعني شديده فحبه كانه بلغه اليومين دول يرمي الكوره في ملعب هيرودس ويبقى بكده هو براء لكن لا كان بيلاطس براءه ولا كان هيرودس براءه ارسلوا للمحاكمه المدنيه الثانيه امام هيرودس احيانا بيكون الحل الوسط اسوا الحلول على الاطلاق نعم في اصحاح 23 عدد واحد نقرا فقام كل جمهورهم واعتقد ان دي كانت اول مره يقوم مجمع السنهدرين بكل الجمهور بتاعه ويروحوا للحاكم علشان يشتكوا ضد واحد فعرف اليهود كان المفروض ان مجمع السنهدرين كل اعضائه بيفضلوا قاعدين مكانهم اليوم الثاني بعد المحاكمه عشان لو في اي حد عنده دليل براءه يجي ويقدمه علشان ينقذ بيه المتهم كان ممكن جدا اي حد من اللي شفاهم الرب من اللي خلصهم الرب من اللي لمسهم بمحبته يجي ويشهد على الخير اللي عمله معاه، لكن ضربوا بكل اعرافهم وبكل قوانينهم عرض الحائط وراحوا كلهم عشان يضغطوا على بيلاطس لكي يصلب المسيح. لكن بيلاطس اعتقد انه كان فاهم كويس جدا ان هذا الرجل بريء يمكن من قبل ما يتكلم معاه. لأن التهمة اللي قالوا إنهم بيتهموها لرب يسوع الحقيقة التهمة يعني مضحكة شوية يمنع أن تعطى جزية لقيصر طب اليهود ما بيكرهوش حد في حياتهم قد رومان وما بيكرهوش حد من رومان قد قيصر لو ده فعلا بيمنع أن تعطى جزية لقيصر ده أنتوا كنتوا عملتوه البطل بتاعكم ده انتوا كنتوا مشيتوا وراه وسمعتوا كلامه وحبيتوه اخر حب، مش كنتوا هتيجوا تسلموه، لكن بيلاطس كان مكتوب في متى 27 انه عارف انهم سلموه حسدا، هو كان فاهم كويس قوي نواياهم، لكن للاسف للاسف فضل السياسه عن العداله، فضل مركزه السياسي على انه يحكم بالعدل. كان ينبغي ان يذهب المسيح الى بيلاطس. مش ينبغي بس زي ما قال أخونا أسامة لأنهم لا يملكون إصدار حكم بالصلب لكن لأن هذا في خطة الله أن كل البشر سواء يهود أو أمم يشتركوا في الجريمة يشتركوا في الجريمة وده اللي قالوه الرسل في سفر أعمال الرسل أصحاح أربعة عدد 27 بيقول لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته مين اللي اجتمع؟ هيرودس وبيلاطس مع أمم وشعوب إسرائيل الجريمة مش بس إسرائيل لكن أيضاً الأمم ممثلة في بيلاطس وهيرودس ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون كل العالم اشترك في الجريمة زي بالضبط لما بيقول لنا في رسالة رومية كل العالم تحت قصاص من الله، الكل اخطا؟ نعم في واحد بالمفرد في كل العالم لم يخطئ؟ ابدا طب كله اشترك في الجريمه؟ الاجابه نعم قريت عن رسام هولندي رسم صوره للمسيح وصور الناس البشعين اللي بيتهكموا على المسيح وهو معلق على الصليب وفي الركن في هذه اللوحه التي رسمها رسم نفسه وكانه عاوز يقول انا كنت هناك مش بشخصي لكن بخطاياي انا شاركت في جريمه صلب المسيح لما يقول وهو مجروح لاجل معاصينا معصيه انا الاجابه نعم معصيه انا يعني معصيه كانت هناك نعم قبل ما تولد انا كان الله يعرف ماذا ساعمل وارتكب من خطايا وحطها على بديل الكريم الرب يسوع المسيح عشان كده كل العالم اشترك فكان ينبغي مش بس على خاطر هم أشرار لكن ده كلمة الله أنه لازم يروحوا بالمشكلة إلى بيلاطس وبكل أسف ظهرت حقيقة عدالة الرومان بيلاطس روماني وكانت الإمبراطورية الرومانية تفخر بأنها عدالة فيش قتل مح... من غير محاكمة قائمة والمح... على العدل قائمة على, على العدل مش كده؟ أهدي... هذه العدل يا سيدي ادي العدل في موضع العدل هناك الظلم وما فيش ظلم اكتر من كده مش انهم يظلموا واحد زي حالاتي ولا واحد زي حالاتك دي يعني برضه يبقى ظلم لكن دي لا مقدور عليها يعني دي مفهومه لان احنا غلطنا ما كانش الغلط ده غلط تاني اما المسيح اي غلط اي اي حماقه ارتكب اطلاقا ده عمل كل الصالح وكل الخير لكن وجدنا هذا يفسد يا خبر اسود دول ده بيفسد الأمة ده؟ الذي يعلم التقوى والصلاح والعودة إلى الله يفسد الأمة ويا كذابين يمنع أن تعطى جزية لقيصر؟ واحد قال أن الذين طلبوا شهود الزور ليحكموا عليه ما كان عسيرا عليهم أن يشهدوا هم بالزور لما تحولوا من قضاة إلى شاكين، ما هم لما كانوا قضاة جابوا شهود زور. طب النهارده أنا اللي بشتكي هشتكي بالزور ده شيء طبيعي مم. وجدنا هذا يعني كانه احنا ماشيين اه لقيناه تصادف كده هو ان احنا اكتشفنا ان هو مش كانهم هم اللي بيخططوا لكن سألت. لكن الوحي يسجلها لهم عشان يقول لهم حساب بعد كده نحترم دين العالم ولا سياسه العالم ولا نحترم ايه في العالم؟ الحقيقه به صلب العالم لي وانا للعالم وكلمه صلب العالم يعني مش بس مات العالم لا مات ميته بشعه فالعالم في نظري ما عاد موضع تقدير وفخر وزهو لا انا بفتخر بحاجه تانيه حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأن وانا صلبت العالم لكن يمكن يا اخي يوسف كمان المحزن انه ما بين بيلاطس واليهود يمكن بيلاطس كان اقرب للحق من اليهود بلاطس شاف ان رب يسوع كان بريء وقال لست اجد فيه عله ودي في المحاكم الرومانية جمله اعلان البراءه زي ما عندنا في مصر يقولوا كده حكمت المحكمه ببراءه المتهم لكن اليهود اللي المفروض يكونوا أقرب الناس إلى الحق ما قدروش يشوفوا فيه براء أو متهم ومذنب ويستحق القتل أفتكر نبوة إشعياء لما بيقول الثور يعرف قنيه والحمار معلف صاحبه أما أم إسرائيل فلا يعرف صحيح. شعبي لا يفهم هو في الحقيقة يعني اليهود خطيتهم مش أقل طبعًا أكتر طبعًا. بس بيلاطس كان من الجبن أو من مسك العصا يعني عاوز يكسب عايز الكرسي وفي سبيله فلتذهب العداله فيه. الى الجحيم احلى حاجه قالها بيلاطس هي اكثر حاجه اظهرت وحشته اني لا اجد عله في هذا الانسان احلى ما قال بالظبط لكن احلى ما قال هو اللي اظهر رداءة هذا الشخص صحيح لانه ربما يكون واحد هيحكم أه. عليه بالاعدام ظلم ما عملش بس الادله ثابته ضده أه. وقتها بيحكم عليه ويكون الحكم ظالم لكن أوه. الأذلة ثابتة لكن عمرنا ما شفنا على مر التاريخ حكم بهذا الشكل حكمت المحكمة ببراءة المتهم وصلب. وإعدامه صلبا <applause> يعني ممكن سلح. بعد كبوت الأذلة جريم. على المتهم رغم أنه ما عملش بس حظه العاثر خلى الأذلة ضده اتحكم عليه لكن أن يحكم عليه بالبراءة والإعدام في ذات الوقت علشان كده بنقول ده أفظع وأشر وأبشع حكم في تاريخ الأرض من بدايتها إلى نهايتها عزيزي المشاهد هذا البار الذي لم يفعل خطية ولم توجد فيه علة ولم يستطع أحد أن يبكته على خطأ حدث في حياته مات من أجلك البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله وهو ينتظر أن تقبلوا بالإيمان فتجد عنده البر بكل معاني أشكركم على وجودكم معنا في الاستوديو واستودعك لنعمة الله عزيزي المشاهد على أمل اللقاء في حلقة جديدة من برنامجنا فاحصين الكتب والرب معك